وللمزيد حول استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبو ظبي والذي كشف تناقض المواقف السياسية في العراق، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الصحفي والباحث والسياسي نوري حمدان. أهلا بك معنا أستاذ نوري. أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا لك. أهلا بك أستاذ نوري. في تناقض غير مفهوم حقيقة، استنكرت الحكومة في بغداد هجوم ميليشيا الحوثي على مطار أبو ظبي في حين أيدت الميليشيات الهجوم. كيف تقرأ هذا التناقض في المواقف بين شركاء العملية السياسية في العراق؟ الحقيقة هو هذا التناقض يعني متوقع بسبب الانقسام اللي موجود عندنا في العراق، وبنفس الوقت بسبب عدم قدرة الدولة على ضبط الشأن الداخلي بالنسبة للقرار السياسي العراقي. المهم حقيقة أنه هو الخطاب الرسمي للدولة العراقية هو يخرج عن لسان وزارة الخارجية العراقية، أما يعني المواقف الأخرى مهما تكون هي لا تمثل العراق، تمثل أشخاص وجهات محددة. من واجب الحكومة العراقية أو على الحكومة العراقية منع مثل هكذا تصاريح من يعني قوى سياسية، إذا كانوا هم يمثلون قوى سياسية، من قوى سياسية يفترض أن يكون لديها دور في العملية السياسية في العراق. يعني المسؤولية حقيقة الأولى تقع على الحكومة، حتى وإن أعلنت موقفها بشكل واضح، يعني اللي يمثل الدولة وهو إدانة العملية والتأييد للإمارات، ولكن ما خرج من تعليقات يعني مشجعة أو مباركة لما قاموا به الحوثي في هذا العمل الذي وصف بالإرهاب بأنه مباركة فيه. هذا موقف يفترض أنه الحكومة لا تسمح لأي قوة سياسية تصدر مثل هكذا بيانات، ولكن الحكومة تعلمون والجميع يعلم الحكومة غير قادرة على ضبط أي موقف سياسي أو أمني حتى في العراق، هي فقط تتمكن من إعلان موقف كأي جهة سياسية موجودة في الدولة العراقية. نعم، يعني من المعلوم كما ذكرت أن الميليشيات لربما تسيطر على جميع مفاصل الدولة وخاصة أيضا الحكومة. يعني هنا السؤال الذي يطرح نفسه، من أي منطلق برأيك جاء تنديد الحكومة بهذا الهجوم، ومن أي منطلق أيضا جاء تأييد الميليشيات لهذا الهجوم؟ نعم، هو هذا التناقض الحقيقي بأنه الفصائل المسلحة والقوى السياسية التي تمتلك هذه الفصائل ويطلق عليها بالميليشيات، ومنهم من هو في الحشد الشعبي، ومنهم أيضا هو في الدولة العراقية، يعني أعضاء مجلس النواب من عندهم، وكذلك من عندهم هم مسؤولين في الأجهزة الأمنية العراقية بشكل عام، فهم في الدولة وفي اللادة، والموقف متناقض حقيقة يعني من الحكومة إلهم. كيف ممكن أنه في داخل الحكومة يقولون شيء وخارج الحكومة يقولون شيء؟ هو هذا حقيقة يعكس شنو؟ يعكس الانقسام السياسي موجود عند القوى السياسية. فما الموقف الرسمي للدولة يعني هو يتمثل بقرار الحكومة العراقية، ويتمثل بتصريح وبيان وزارة الخارجية العراقية، ورئاسة الوزراء وكذلك وزارة الخارجية هي ليست تحت سيطرة الفصائل المسلحة أو الميليشيات أو الأحزاب التي هي مؤيدة لميليشيا الحوثي. فبالتالي هذا الانقسام هو يعكس هذا الموقف، ونفس الوقت الحكومة هي تريد أن تراعي أيضا موقفها بشكل عام، موقفها بشكل عام حول القضية العلاقات العراقية مع دول الجوار والعمق العربي وترسيخ هذا العمق، وبنفس الوقت هي غير قادرة على ضبط خلينا نسميه الإيقاع السياسي الداخل للعراق، كل جهة تصرح وتعلن كما تشاء. نعم سيد نوري، إذا أردنا هنا السؤال، يعني إلى أي مدى لربما يصعب تصريح أو تغريدة قيس الخزعلي الخاصة ب
بهذا الهجوم وتأييده ومباركته، إلى أي مدى تصعب عمل الحكومة في ما ذكرته أنها لربما تحاول رأب الصدع مع المحيط العربي؟ الحكومة العراقية وكذلك الدول العربية مقدمتها دول الخليج المتضررين من هذا الموقف بشكل مباشر، هم يعلمون جيدا أنه تصريح قيس الخزعلي هو لا يمثل الدولة العراقية، وهم يعلمون أيضا جيدا أنه هذا التصريح هو المراد من عنده حقيقة، هو عرقلة يعني تصحيح العلاقات العراقية الخليجية وكذلك العربية، و يعني عودة العراق إلى عمق العرب. فبالتالي هو نوع من التحدي بالنسبة لهذه الدول أيضا، عدم الإصغاء لمثل هكذا بيانات واعتماد البيان الرسمي بالنسبة للدولة العراقية. وأعتقد هذه الدول هم يعني الإمارات السعودية، هم لا يقفون أو لا يفكرون مليا ببيان يخرج عن يعني زعيم عصابه الحق قيس الخزعلي، ويتركون البيان الرسمي وهم ساعين بحقيقة بوضوح، هم لديهم سعة يعني مساعي بأنه العلاقات يجب أن تكون جيدة، ويجب أن يكون العراق لعمقه العربي يعود كما كان، ولكن ويجب أن يكون تغريدة قيس الخزعلي لمصلحة من جاءت؟ شوف هسه هذا موضوع به عدة جوانب وبخلاف حقيقة، يعني إذا أردنا أن نقول أنه خطابه هو جاء من مصلحة إيران، فالغريب أنه إيران هي الآن ليس من مصلحتها يكون أصلا مثل هكذا حادث، لأنه إيران هسه هي تسعى لإرضاء السعودية وتطبيع العلاقات، وقبل أي يومين أو ثلاثة دبلوماسيين الإيرانيين دخلوا أرض المملكة العربية السعودية وعملوا في منظمة التعاون الإسلامي، وهذا جانب يعني ليس من مصلحة إيران أصلا. وإن إنه إيران يعني حقيقة هي معروفة بتشعباتها بعلاقاتها أو بتصرفاتها وسلوكها، ولكن ما كان الحوثيين أن يهاجموا أبو ظبي دون ضوء أخضر إيراني، وليس كذلك؟ هو هاي مشكلة فعلا، يعني هل انه السؤال مهم جدا، هل انه الميليشيا الحوثي قاموا بهذه العملية بمفردهم بدون تعاون الإيراني؟ هل الموقف من الفصائل المسلحة الميليشيات اللي عندنا بالعراق هي تتخذ مثل هكذا موقف بدون ضوء أخضر من الجانب الإيراني؟ هذا بنوع من التناقض حقيقة، لأنه بداية احنا جميعا نفكر، يعني السياسي العقلاني يفكر بأنه إيران ليس من مصلحته الآن تلعب هذا الدور. طيب كيف ممكن حدث ذلك؟ هل من الممكن أنه يعني هؤلاء يعملون بالضد من هذه العلاقات؟ يعني هم يريدون أن لا يتم التطبيع، يعني بالرغم من هذه الحرب المفتوحة مع ميليشيا الحوثي لهذه السنوات الطويلة، ولكن إيران بنفس الوقت لم تقطع علاقاتها التجارية مع الإمارات، والإمارات فتحت على إيران واتفقوا على فتح صفحة جديدة. طيب هذه أسئلة يجب أن تعلن إيران بشكل رسمي موقفها من هذا الحادث حتى تكون واضحة للعالم العربي وكذلك لدول الخليج. طيب قيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب في تغريدة له كما ذكرنا بارك ما أسماه بالتقدم الهائل في قوة الردع. السؤال هنا، ما الذي قصده بقوة الردع التي ذكرها في تغريدته؟ هو أكيد يقصد الردع هو تقدم التحالف العربي، لأن احنا أنتم تتابعون أيضا، نحن نتابع هذه الفترة أو هذه الأيام الأخيرة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية يتقدم بشكل كبير مع الجيش اليمني في تحرير عدد غير قليل من المناطق اليمنية التي يسيطر عليها ميليشيا الحوثي. فبالتالي أعتقد أنه هو يشير إلى أنه هذه هي نوع من أنواع الردع لهذا التقدم، ولكن يعني هو حقيقة لابد من الإشارة إليها أيضا. التحالف العربي اليوم على لسان المتحدث باسمه تحدث بأن هذه العملية هي جزء من يعني رد الفعل الحوثي على فشله على
في المعركه، يعني ارض المعركه، والتقدم الحاصل عند القوات التحالف والجيش اليمني في اليمن. وهذا اعتقد هو نوع من انواع يعني خلينا نسميها رد الفعل الاخير، اذا ما يوصف، وانه ولو المثل يقول يمكن هذه القشه التي قسم ظهر البعير. الحوثي هو في تراجع، والتحالف يتقدم حقيقه بتحرير المناطق التي يسيطر عليها الحوثي، ويبدو انه هذا هو جزء من هذا، من رد الفعل هذا. يحاولون يعني نسميها تحويل ارض المعركه او تشتيت الجهد، الهروب الى الامام، التحالف باتجاه المدن اليمنيه. نعم، اذا كنت ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول الصحفي والباحث السياسي نوري حمدان، شكرا جزيلا لك.